السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم بروف سارة. كيف شفنا في الفيديو اللي فات ديال الريزومي ديال الفصل الاول من كانديد، شفنا الريزومي ديال الشابيتر 1. دابا غادي نشوفوا الريزومي ديال الشابيتر 2. نعطيو واحد التذكير بسيط ديال الاحداث اللي طراو في شابيتر 1. شفنا كانديد عطانا واحد الكاتب فولتير لوتور، عطانا واحد ليدي جينيرال سور لو طون لو ليو لي بيرسوناج دو ليستواغ. دونك كانديد كان واحد لو جون اجي دو 17 ان كيعيش في القصر ديال لو بارون اون ويستفالي، في واحد المدينه سميتها ويستفالي. كان كيعيش سعيد، حياته كلها زوينه مع المعلم ديالو بونغلوس. دونك كيشوف هذاك لو بيسيميزم التفاؤل الكلي. واحد النهار هو كانت عنده علاقه بكونيغاند لا في دو بارون، الابنه ديال لو بارون. واحد النهار لو بارون il va les surprendre en train de les embrasser de s'embrasser. دونك بجوج غادي يحصلهم، غيحصل كانديد هو كيبوس في بنتو، ومن تما غيبدا المشاكل ديال كانديد. غادي يجري عليه من هذاك لو شاتو، من القصر ديالو غادي يجري عليه من هذاك لو باغادي. بالنسبه ليه هو واحد لو باغادي تيريستر. هنا كيبدا شابيتر 2. شوفوا معايا شاسي دو شاتو، يعني من بعد ما طرد من لو شاتو كانديد اي بري دون اون طومبيت دو نيج. يعني بقى غادي، كان واحد الفصل ديال الشتاء، كانت لعنيج، كانت الثلج والبرد، وحس بداك الكوني لو فان اي لو فخوا. من بعد ما كان كيعيش واحد الحياه ديال الرفاهيه وعايش في واحد القصر، وكان كيحس بكل شيء عنده زوين. واحد النهار صبح بحال ما كان كاع كيعيش في هذيك السعاده وديك الحياه ديال الرفاهيه، ولقى راسو في الشارع تحت الثلوج والجوع والبرد، كيحس براسو قاتلو غير الجوع. دونك اي سو ترينا فيغ لا فيل فوازين كي سابيل. دونك مشى شد لا غوت، مشى فيغ لا فيل فوازين، المدينه اللي كاينه قريبه لهاديك ويستفالي، سميتها فالدربروغ تشابر ديكتوف. هنا ملي كتشوفوا هاد لي نون بحال هكا، هاد لي حتى هاد المدن كاين في المانيا، داكشي علاش عندهم واحد هاد لي نون شويه معكرين. Il s'arrêta devant la porte d'un cabaret. بقى غادي تلقى راسو وصل قدام واحد لابورت ديال واحد الكاباري. شاف واحد دو زوم ابيي اون بلو، جوج ديال الرجال لابسين بلو، لانفيت ادين. شافوهم يجوا عنده، قالوا ليه فوالا نتايا جو حنا عارضين عليك العشاء، انسان بحالك ما خصوش يخلص العشاء. وهذا هضروا معاه بواحد لا جونتيس، بواحد اللطافه اللي هي كثيره، وما فهمش هو علاش مقبل الدعوه ديالهم. وهذيك الدعوه، هذيك لا جونتيس وديك اللطافه كانت نيتي كان بياج. علاش كانت ان بياج؟ كانت واحد الفخ، حقاش هذوك لي دو زوم ملي شافو كانديد عجبتهم لا طاي ديالو، شافهم طويل كي فيه تقريبا ابوبخي متر 80 متر 80، عنده واحد الصفات مميزات ما كايناش بزاف. داكشي علاش هما بغاو ياخذوه معاهم فين بور ريكروتي كانديد كوم سولدا دون لارمي بولغار. دونك هما شافوه داوه عشاوه جلسوا معاه وداكشي، مي كانوا كيحضروا ليه واحد الفخ ديال انهم غادي يديوه كوم سولدا، ندير واحد اش كنسميو حنا عندنا سولدا، واحد العسكري في لارمي بولغار، في العسكر ديال البولغار باش يحارب. دونك هنايا سا نايفيتي، كانديد مشى شاف داكشي كيفاش داير، بدا كيدرب. هو كان نايف، يعني كان نيه بزاف، وكان غير على نيته غادي. لانسيت اسو بروميني، هو خرج من داك القشل فين كانوا ساعدين عليهم، وبقى غادي كيتسارى كيتسارى، حتى غادي يشدوه غيوقفوه غادي يديوه للحبس وكاشو، بتهمة انه هرب من القشلة وهرب من انه يكون عسكري في لارمي. غيديو الكاشو اللي هو الحبس، ملي غيديو يسدو عليه il reçoit 4000 coups de baguette. غيبقاو يعطيوه الجلدات، يجلدو فيه يجلدو فيه يجلدو فيه، حتى غادي لحمو كله يولي مطبع، كله يولي محلول مفتوح والدم كيهبط منه. من بعد حتى يكونوا غادي يبغيو يديوه باش يعدموه، غادي يشوفو لو روا بولغار إلا غراسي، وغادي يعني ينزل العفو ديالو عليه وما غاديش يعدموه، وغادي يطالب واحد شيرورجيان واحد الجراح لو غيري اون 3 سيمين، وغيبقى كيعالج فيه لمده واحد 3 سيمين. تيل ما كان هذوك الجروح اللي كانت فيه كانت عميقه وكانت اثرت عليه بزاف، دونك كانت خصها واحد الوقت كبير باش انه يقدر يتشافى منها اللي هي 3 سيمين. دونك هادو هما الاحداث اللي كانوا في شابيتر 2 كاملين. تسناو معايا الشابيتر 3، اللي ما شافش الشابيتر 1 يرجع، راه كاين عندي في لي فيديو، كاين اوسي بريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج حتى هي كاينه، غادي تفيدكم بزاف باش تقدروا توجدوا الامتحانات اللي هما قرابوا على الابواب. غنطلب منكم انكم دعموني، ديروا ابوني
جيم ما غتخسر والو، خليو لي واحد لو كومونتير زوين خايب جاكسبتو كنتقبل منكم اي حاجه، خليو لي ان بيتي كومونتير، اي واحد شات عينو على الفيديو وسمع الفيديو ديالي خلي لي كومونتير، الى عندكم شي سؤال مرحبا خليوه لي نجاوبكم عليه في فيديو افيك ان غران بليزير. دونك تسناو الفصل الثالث قريبا ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم.